السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ في هذا المقطع راح ألعب بسيرفر المفلل ستوري 2x طبعا، بس مفلل فلذلك دخلت له لأن أغلب الأوفيشلز يعني ديد حاليا، وبس شوفوا ايش يصير. السلام عليكم، معكم IDX المستقبلي. طبعا يا شباب في هذا السيرفر راح ألعب في ريستوريا مين، وفي هذا المقطع يا شباب راح يكون في قصة مرة حلوة، وفي راح يكون في فايتات مرة جميلة، فلذلك أتمنى من كل شخص يضغط لايك على المقطع لو حاب ينتشر، ولو حاب يشترك في القناة يعني راح أكون شاكر لك جدا. اشترك في القناة لو حاب تشوف محتويات راست أكثر وأكثر. طبعا هذا نسميه ميني موفي يعني، وبس خليكم مع المقطع. وبرضو يا شباب هذا المقطع تعبت عليه جدا جدا، تقريبا 30 دقيقة من المونتاج والتعديل، فأتمنى لو برضو عجبكم اكتبوا لي في التعليقات انكم استمتعتوا بهذا المقطع ويعني عجبكم، وخليكم على المقطع. Oh my god. No. No no no. No no friendly. Sorry sorry. Come back come back. Please. No what the fuck are you still trying to kill me? Okay I give you bandages here. Oh my god. What? You're so fucking lucky, dude. Sorry, dude. This is Rust. What the? Oh my god, 800 cloth. I gotta go. Go away or I'll kill. Okay, man, if I had just ammo. طبعا يا شباب انا بنيت بيسي بجانب منطقة الاويلر، وانا نسيت ان في سيرفرات روستوريا موجودة في ريسايكلر في منطقة الاويرك، فهذا يعني وين وين طبعا. فانا بنيت بجانب الاويلر عشان احاول اسيطر عليها واقتل الكلانات اللي يحاولوا ياخذون الاويل، يعني اسيطر عليها واحصل لوت من الاويل بس، وشوفوا ايش يصير. He's here recycling. Don't lag. Hehe, karma. Oh my god. It's actually the boss. طبعا بما اني بنيت بجانب الاويلك طبيعي اني احتاج شيء اروح بيه للاويلك، بدل ما اشتري بوت في طريقة مميزة اللي هي تشتري يعني دايفنج كيت اللي هي فينز، عبارة عن فينز ودايفنج تانك، تشتريهم ب 65 سكراب بس، وبتقدر تروح باويل بسرعة وتقدر تهرب منها في نفس الوقت. اتوقع في ممكن في Oh my god, climb! Oh my god. Climb, you stupid thing. Yeah, Zoro is probably naked. Man, you suck. Lol. You suck. You are so bad. You're still dead.
You are so bad. Almost got you with the DP. Fucking noob. Well, I had nail gun, so DB is better. I mean, yeah, actually, DB is better. Oh my god. There is a recycler here. What? I didn't know the story you had. That's really big. واخيرا يا شباب راح نتعرف على الكلان اللي هو جاري اللي هو المسيطر تقريبا على المنطقة. راح نتعرف على الكلان وراح تدور القصة حوالين هذا الكلان واللاعبين اللي داخل هذا الكلان. What? Okay. Just impossible. Just impossible. زي ما شفتوا يا شباب هذم أول عضوين في الكلان. أول واحد اسمه بوبي براون والثاني اسمه سكار. طبعا الكلان تقريبا متكون من 6 أشخاص وهذم أول شخصين تعرفنا عليهم. Okay, very simple, just jump in, kill them, kill his friend, and kill all of them. Okay, great start. Gonna die. بعد ما مت اكثر من مره اسوي لهم دور كامب قررت اروح اويل ريك باستخدام النيل جن، يعني اقتل شويه ساينتست واحصل لوت على اللي نحتاج لوت مره كثير. ما عندي اي بلو برينس او اي شيء فقررت اروح اويل ريك.
طبعا يا شباب لا تنسوا تحفظوا هذم الاسمين، اول شخص اسمه سكار وتاني شخص اسمه زيد. طبعا في هذه اللحظة انا ما اعرف وش هذم الاشخاص، يعني جو باسلحة ضعيفة ما عرفتهم، بس قتلتهم وما فكرت في هذا الشيء كثير ونسيتهم. بس احفظوا هذم الاسمين لان هذم الاسمين موجودين في القصة. طبعا قبل ما اقفل اونلاين ان الوقت صار متاخر، قررت اروح بي دي بي اشوف وش قاعدين يسوون ويعني استفسر. استغربت في اليوم الثاني واستغربت انهم ما رايدوني اوفلاين، بس كنت سعيد يعني مني يبي اوفلاين رايد. في هذا اليوم الثاني قررت اني اسوي لهم اقتلهم، راح احاول اقتلهم في اويل حتى يعني يتعصبوا ويحاولون يريدوني اونلاين واحصل منهم اسلحة واكشن يعني. فهذه هي كانت الخطة اليوم الثاني. قررت اني اروح للاويل ريج باستخدام البايثون اللي تحصلت عليه لاني قتلت شخص تحصلت على بايثون. قررت اني اروح اويل اصفي البوتات احصل لوت شويه، بس ما توقعت ان في اشخاص في الاويل ريج. فبعد ما عرفت ان الشخص من الكلان اللي قتلني، حاولت استخدم اخر سلاح عندي اللي هو الكاستم واحاول اقتلهم لما يرجعوا بيسهم، لان هذه كانت اخر فرصة لي.
في هذا اللحظة يا شباب عرفت ان من الاثنين اللي قتلتهم امس في الاويل ريج موجودين مع الكلان وهم نفسهم اعضاء من الكلان، وحاليا الكلان متكون من 6 اشخاص، وبعد ما سرقت منهم الاي كي والسي 4 توقعت في اي لحظة انهم يجوا يراودوني.
فايب زي ما شفت الشباب هذا أغبى شيء سويته في حياتي، بس صار عندي شيء وحيد اللي هو استأشر اللي سويته، لو ما قتلتهم الحين راح أخسر كل شيء وراح أخسر بيتي. فزي ما تشوفوا بعد ما جلدتهم واخذت منهم كل الاكسبلوسيف ايمو تقريبا 121 طاقة اكسبلوسيف ايمو والام بي 5 وفزت عليهم في الريد، فقررت اني اروح اويل ريك بالام بي 5 احاول اكونترها، لان شفت في شخص مدير سبلاي دروب في الاويل ريك فقررت اني احاول اكونترها. في هذه اللحظة بعد ما شفت الاسم عرفت ان مهما ما كنت لعيب مستحيل، تقريبا هذا شيء مستحيل انك تديروا 3 اشخاص وانت شخص واحد، وبالذات لو كانوا يعرفوا ايش يسوون وعندهم اسلحة. فبعد ما متت حاولت اروح مرة ثانية بس برضو نفس الشيء متت، حاولت اروح مرة ثالثة او اسوي لهم نفس الشيء اللي سويته بداية المقطع اللي هو رحت بكاستم وكمبرت لهم على الشاطئ، بس في هذه المرة كانوا مستعدين لي وعارفين خطتي. فبعد ما مت مرة 3 مرات قررت اني اخذ بريك وارجع بعد ساعة.
بعد ما رجعت لقيت ان الاشخاص اللي في الكلان كلهم اوفلاين، فقررت يعني انا عندي سي 4 وعندي 120 طلقه اكسبوز فيهم تقريبا، فايش احاول اريد وما احاول اسوي سوفت سايد لحائط لان الروف يعني طبعا هذا الروف في بيكس، فلذلك في طريقه نسويها سوفت سايد، فاسوي سوفت سايد واشوف ايش اقدر اسوي بسي 4 واحد و100 طلقه اكسبلوس، ادري ان ما راح اقدر اسوي كثير ان هذا البيت يعني ضخم مقارنه بالاكسبلوس اللي عندي، بس ايش راح اخسر. في هذه اللحظة بعد ما شفت الصناديق اتخيلت هل اقدر اني ارجع لهذا الكلان واريدهم باستخدام هذا العدد القليل من الاكسبلوسيف، يعني ما صدقت نفسي لما شفت هذا الصناديق، هل قلت يعني هل ممكن ان كل لوته موجود في الدور الثالث وهل اقدر اتحصل عليه بالسي 4 اللي عندي بس، فحاولت اريدهم. بعد ما وصلت لهذه المرحلة الفيس كان باقي لي بس حائط واحد اقدر اسوي له سوفت سايد بيكاكسس، حائط واحد واصل لكل هذه الصناديق، فقررت اني اروح ارجع البيس اسوي ديبو للايكي وارجع بيكاكسس احاول احصل الكل اللوت. للأسف يعني في أشياء مستحيل تصير، وفي شيء اسمه إن سولو من الصعب أو برضو من المستحيل تقريبا إن يريد كلان من 6 أشخاص بسي 4 واحد ومية طلقة بلفس أمو، فهذا الشيء متوقع صراحة. في الصناديق كلها تقريبا فاضية ما فيها أي لوت، فبعد هذا الشيء برضو هما صاروا أونلاين وقتلوني، فلذلك ما حصلت أي شيء واستخدمت سي 4. وبرضو في اليوم الثاني بعد ما نضت صار المتوقع يعني ريدوا بيسي من خلال حيط ارمورد. فيب هذه هي كانت نهاية المقطع، اتمنى انكم كنتم استمتعتوا، لو استمتعتوا تضغطوا لايك المقطع واشتركوا في القناة، هذا يساعدني ويساعد القناة برضو حتى تنتشر. بس شكرا على المشاهدة، كان معكم ايدي اكس، نشوفكم في مقطع مقبل، السلام عليكم.